انتي طالق معنا. كان جنبي حجر عفتها وخبطتها. هلا صار ينزل من راس ودم. وحبينا نعمل ضرب طا عمرك جدد من الشباك. متجوز اربعه يعني عادي. ما عم يحكي حكي في ناس عمرها 30 و40 و50 ما عم تفهموا. اوكي حقه ذهب هذا الكلام. درب. مرحبا كيفكم؟ رجعنا لكم بعد غياب طويل جدا بهيك سؤال مقابلات مثل ما عم تكتبونا بالتعليقات. واليوم السؤال كتير قوي بما انه عم نشوف حالات كتير كتيرة من هيك العنف ضد المرأة، وتسمع واحد ضارب مرته وواحد مدري شو عامل بمرته، فخطرنا سؤال انه هذا الشيء يعني بالمجتمع عندنا موجود ولا مستهجن مثل ما انا يعني مثل ما انا بتخيل انه هو مستهجن. ما في حدا يعني الا فئة قليلة هلا عم يضربوا نسوان وهي عم تضرب زوجها ومدري شو. فسؤالنا بالشارع نوقف الشاب، اذا مرتك سلختك كفك شو بكون ردة فعلك؟ نفس الشيء اذا زوجك سلختك كف شو بكون ردة فعلك؟ فانا بدي اشوف عن طريق هاي الاسئلة. هلا اول سؤال يبين شوي وقح، بس لا من هذا السؤال بقدر انا افهم انه هذا الموضوع مستهجن ولا لا. تمام، شوفوا لي بالتعليقات، انتم اكتبوا لي بالتعليقات هل انتم ملاحظين الموضوع مستهجن ولا عادي. ولا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، ورجعنا لكم بأسئلة مقابلات خطيرة. تفضل. مرحبا. هلا كيفك؟ تمام. يارا قديش عمرك؟ عمري 20. هون 20 عمري. عاني من الموضوع شكلك كأنه انت اي كتير، لأنه العالم تطلع فيني هي ما أصغرك. لا انت عمرك 20. ايه انا عمري 20. زوليني شو دخلني، انا سألتك سؤال بسأله لكل العالم. ايه دي عمرك، دي عمرك شان نحن العميل حاسسني اني انا صغيرة. سؤال، هل انت سينجل ولا مرتبطه؟ لا سينجل. سينجل اهم شيء بالعلاقه بين الاثنين لما هيك يتزوجوا انه يكون في احترام. ايه طبعا. بتلاقي احيانا اثنين متزوجين ما في احترام، صفر احترام بيناتهم. ايه صح. مش هيك عم يعرضوا بعض وكم تسكت كذا. طيب سؤال، اذا هيك تزوجتي قاعده هيك اجى زوجك عم هيك طق طق الكف، شو بيكون رد فعلك؟ طقت كفين مو كف واحد. نحن بهي الحلقة عم نحاول نوضح انه في عنف بصير بالبلاد العربية. بتلاقي الشاب ماسك هيك عم يقتلها لخطيبته او حبيبته، ما بعرف ليش والسبب يعني، بس يعني انت اذا سلخ كف دغري بتطلع فيه هيك طع طع بداله. ايه طب بركي كان طويل كثير. صدمة كبيرة. يكون طويل يعني انا بطول. طيب سؤال، شي مرة مثلا هيك عن جد صاير معك شي موقف كذا هيك عم استخدمتي حلو هذا الحديث يضع سر بأصغر خلقه يعني ممكن. سوري بس انه احنا مو عاجبك يعني؟ لا بالعكس. لا لا على عيني والله. شيء بيخوف. اي شيء لك. لا مو شيء بيخوف، الجو بيخوف. لحظه الجو يعني هاتي ليش كنا قاعدين جمعت. انتو مين؟ انت جمعت رفقنا كثير يعني. ايه فاجا عم نحكي وهيك مين هو؟ رفيقي حكي تمام، فعمل لي هيك. شو عمل لك؟ عمل لي هيك تمام. والله فهمت شو عمل لك؟ خلص فهمت فهمت، عمل لك هيك يعني خلص. ايه فكان جنبي حجر عفتها وخبطتها. أنا آسف إذا مزحت معك يعني. إيه شو صار فيه؟ هلا صار ينزل من راسه دم. شيء طبيعي كبني آدم أكل حجر على راسه ينزل من راسه دم. هو داخ شوي بس هيك. ولدان يعني ما بالأمزح سلخنا حجر على راسه ما داخ شوي. ولدان شو هالزلم طع عمره. إيه أخذنا على المشفى وأطبوا له إياها وخلص. ما عندك هيك مثلا اعتذار صغير ما أنه سلختي حجر على راسه؟ على فكرة دفعت له تكاليف المشفى يعني هو ما دفع شيء يعني خلص أكل الضربة ومشي حال. حقك علينا والله لا تغزينا، أكيد بدك تدفعي تكاليف المشفى ما أنت سارختي. بعدين بعدين سؤال سؤال، إذا تروحي إسعاف بيكون مجاني، شلون تتمنيني فيها أنت؟ شو دفعتي له حق الشاش؟ يكتشف الغامض والبطيء يستلهد بالعقل الكبير. كل شيء ومراهم مشان تروح وراحت وما مراهم في لا لا ليكو. ايه مرممات. في أساوي في قوة بس في كمان حنية، لاحظتوا في مراهم ومرممات يعني كمان احنا نضرب من داوي نجرح من داوي صح؟ صح. شي ما نستخدمه مثلا غير حجرة؟ هلا بالمسدسات كثير بنعمل مزح نحن بالبيت. ايه بس نحن ما مخدم يكون فاضي يعني عرفت؟ اه بس بنعمل لك برفقات كثير عاملتها. ياك شكرا كثير لك. تسلم. مرحبا يا عميد. هلا مرحبا. اهلين. شو اسمك؟ انا احمد. مريم. احمد ومريم حضرتكم زوجين مخطوبين رفقات؟ متزوجين. متزوجين. قديش انكم متزوجين؟ يعني تقريبا 10 سنة. اليوم السؤال يعني شو بكون كتفين؟ ريحوا روي شو؟ طيب اليوم السؤال هيك مناسب يعني للمتزوجين هو بصراحة. شو بتعملي؟ شو بتعمل؟ إذا مريم هيك قاعدة أنت بالبيت، جيت مريم عصبت عملت هيك طع طع كف. ما بتخيل هيك منظر يصير مثلا أبدا. مثلا مثلا ما بتعرف شو بصير بالدنيا هيك مثلا مسود الدنيا وشي عملت هيك وينك يا أحمد طع
أتذكر. هلا أكيد الرد بده يكون على نفس الترتيب بس يعني بموجة أعلى. صاحبك وصديقك تعال لما جيلك منه تبقى مولي مقاوك الحق والله العظيم. شلون يعني؟ يعني الكف له رد أكتر. كف شو تمسكها هيك تعملها سبليكس هيك شو شو احتمال 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 كل شي وارد. ما بظن والله ما بظن ما بظن يتحمل إنه الكف اللي أضربه إياه يصمد إنه هو يرجع يضربني نفسه. طيب شو بتعمل إذا أحمد كان جاي مع الصديق فتحت الباب لك لك طيب كيف أرضه كف معه بسك بطلعه وبسكر الباب عليه. حلو شو مفكر يعني؟ والله يا شيك مسيطرة والله لا هيك كتير 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 ما أحلى هيك على الفارغ باله يجي يضربني كف بأرضه لكل فعل رد فعل بيضرب. أنا أحزن شو بدي أقف هيك بركي بركي بس مشنا على الكاميرا خلي مشنا على الكاميرا جاي روي روي شوي خلي مشنا على الكاميرا مشنا على الكاميرا مو أنت مرتي لازم تحملين بالبيت وطلعت مني ردة فعل بكف الفعل هاي اكيد لا اكيد رح تاكل مثله يعني انا ما جاي من بيت اهلي انضرب كوسا يعني كل فعل رد فعل حرفيا يعني مثل ما ضربني بضربه سؤال وصلنا من الصبح على هذا الترتيب ليش يا معلم انصحنا بالزواج يلا اصحاك هي صح لكم اساسا والله انتم اللي بتعملوا النكد والمشاكل وكل شيء نحن ما في اروع منا لا تنسي انه قبل ما نطلع من البيت امك قالت لي صفيت معي يعني فلا تنسي هذا والله انت وامي انت مو سالي حدا انت وامي والله يستر ما بعرف حاس حالي حاكل قتلي انا وامي سوا انت ويا وحتى انت كمان لا كثير تعطي الموضوع اهميه يعني والله عال قال تضربني شو فكر حالك يعني انا والله ما حكيت شيء معنا سنه طب نغير سؤال كيفك منيحه خلاص منيحك طيب شي ما صاير هيك شي موقف بيناتكم كان رح يوصل هيك يا زلمه مين الشيطان انا ولا انت لا بس هيك وقت ارجع من عند رفقاتي مثلا وشوف انه هنن زواجهم شو عاملين لهم وكذا هي القصة مرة هيك يعني صارت مشكلة بيني وبينها يعني هو مو وصلنا للضرب بس يعني صارت خناقة طويلة عريضة وبتمنى انه ما تنعاد يعني هم. وما بعرف ليش هذا الموضوع عم تحكي على الكاميرا اذا نحن هدول مثل ما بيقولوا اسرار بيوت هلا هديك ما كانت بالبيت بالله انتبه على حديثك ماشي بلشت انزعج لانه وانا على فكرة كتير بلشت انزعج موضوع الكف هدو يا جماعة هدو ما صار كل سنة يعني ما في داعي يصير هذا الموضوع كله انت صرخ الكف دغري نحن ناخذ زبده تنتري كف انت نفس الموضوع كفوف والله دخلني هلا هيك قدام الكاميرا اضربك كف خلي كل الكف الدنيا تشهد عليه صلاني ما بنصحي بهذا الموضوع لان قدام الكاميرا احتمال شغلات كمان تصير صلاني النبي شوف زوجي غصب انتم صلاني لا والله عن حب انا حب وين الحب انا بس اختفى وبيروح بعد الزواج يعني فما حدا مو موضوع انه بيختفي وبيروح الحب بعد الزواج لا بس النكد الزايد النكد تحملت يعني عرفت كيف هلا الواحد بيتحمل كاسه عبيه بتتعبى ضليتي عم تعبي بالطف عمرينا المقابله كلها بس هدو شوي روق شوي مريم بدك تضلي هيك اكيد طالع معنا هدي شوي اطفيت فيت فيت لا 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 هدي شوي يا جماعه انتم شو بكم هلا بس في نقطه رح لك عليها بما انه انت اليوم نازل على الشارع وحابب تقلب مقالب وضرب بالعالم فانا ومريم اصدقاء وحبينا نعمل ضرب يقطع عمرك شو والله العظيم انتم وين يقطع عمرك سوري يعني بس يقطع عمرك اعملهم باي دايما عم تعمل ضروب اجا دورك هلا علق النسوان والزلمه انا من غير شيء طلع علينا اشاعه مره انه ما ادري شو عاملين احنا مطلقين طلقوا لي على الكاميرا انا هشام محمد زلمه شو انا والله العظيم حاسس انه في شيء غلط يعني ما مستحيل يكون اثنين متزوجين قاعدين عم تحكوا شغلات وانت عملت بالبيت انا سالكم سؤال بسيط انتم شو بكم جنيتوا ولا ما وقف هو معناتها اذا عم تضحك علي سوري والله بحياتي مو حاكيه لحدا بالمقابله بس يقطع عمرك شو ضايقتني الله يعطيك مصدوم لساتك مصدوم والله متضايق يعطيك العافيه شكرا لك شكرا لك يا الهي يا الهي شو هذا مستحيل والله اول مره بحياتي بقول لحدا طالع معي الكاميرا يقطع عمرك مستحيل هن ما بعرف خلص اخي قطع شوي لما كنتي صبيه هيك اذا تزوجتي هيك وزوجك هيك اجى هيك مثلا ونعرك نعره مو منيحه صار هيك كف كذا شو بتعمل؟ انا طبعا ما حرد له اياها فهمه اول شيء انه هذا الشيء خطا هي اول شيء ثاني شيء انه رح اقول له انه اذا انت عم تضربي منح اولادك بنتك بكره عندنا بنات بدها تتزوجوا اكيد بنتك حتتقبص هذا الشيء شو قلتك ليش ليش هيك الشاب احيانا هيك بيستقوي او بيعمل هدول الحركات؟ هلا هو الشاب على طول بيقول انه المراه ضلع كاسر بس هي فكره غلط طبعا اكيد المراه عقلها اكثر احسن من 100 ألف مليون رجل
طب شو بتقولي للشاب اللي ممكن يعمل هيك؟ بالكلمة الحلوة تعمر بلد، بالكلمة الرادية بتخرب بلد، والابتسامة أقل تكلفته من الكهرباء. والله كتير. كلام حقه هيك، حقه ذهب هذا الكلام. درر عن جد الله يحميكم يا هالشباب ويبعثكم أيامات منيحة، وإن شاء الله ربي إلهي يا رب دائما يكون عقول هالرجال يا رب بالإيجابي وبالسلبي. شكرا. عيني خالتي محمد. عندي سؤال صعب اليوم. سهل شوي. لك ما يلا أسهل رح يجي. يلا. أوكي. بعد ما تزوجت صارت مشكلة بينك وبين مرتك، إجت مرتك عملت هيك طق طقتك كيف، شو بتعمل؟ بروح عند الثاني. شو بيقولوا لعن تاني؟ احنا بدرعا بنتجوز اربعة يعني عادي باكج، يعني تاخذوا اربعة سوا. انت ما عندك مشكلة يعني خلص طاقتك كف. اوكي السلام عليكم، حال حالك رح تعتاني. نصيب تروح لعند بيت اهلي. شو انت حبيب، شو دوري ابطال؟ وحدة تتأهل وحدة بتروح عند بيت اهلي. خلص طيب دفشو روح عند بيت اهلي. انت هيك عندك هيك فكرة عندي. هيك فكرتي. زين فرض شخصية على المرة. انت شلون يعني مفهومك عن فرض الشخصية؟ فرض الشخصية عندنا بالعرب هون. هيك تسلخها زورة هيك عم كهرباء انت هي ماشي يعني يا عيني عليك. ايوه يعني انت هيك بدك تعمل. ايه. طب ليش ما تكون هيك ظريف معها؟ يعني تقل تطلع فيها تطليعة ظريفة عم هي تفهم تساعدوا بعض. تتنمرت تطلع أكتافة. تطلع أكتافة هيك. عم انت إذا طلعت أكتافة أكسر خدها كفة تروح عند التاني. تسلخني كفة هي؟ ما هلا حكينا ما تروح عند التاني. لا ما بتوصل. ما بتوصل محمودة سبع البرومبا. نعم سيسية. طيب صار معك نفس الموقف شو بتعمل؟ والله انا دخل مباشره برمي عليها يعني يمين الطلاق فورا. ما فورا ما خرطش ما فيش مساء. انت ما عندك تنتين وثلاثة واربعة ولا لا؟ عادي بصير تنتين وبصير ثلاثة وبصير اربعة. طبعا جد بكج يعني لا احنا التراويح اربعة حدفتها يعني ما بنوصل للطلاق دغري. نحن شفنا الثاني تنمرت بنجيب الثالثة. طب ليش ما تكون حياة ظريفة بيناتكم يا اخي؟ ليش ما تكون حياة ظريفة؟ والله التغيير مليح. شو التغيير منيح؟ شو عم تشتري موبايل انت معلم؟ انا هسه كل يوم بضلك نفس الطبخ والله بكمل. الله يحميكم يا شباب. على عيني على عيني. ورجيني شغلة تفضل. هذا اللي كسرني هذا انا كسرته. هذا الاولاني فزته تبع حلقة المقابلات على فكرة. في ثاني غشاش عمل هيك شفته بضعينه. هذا كسرني مقابل عمل فيديو تحميسي وتحفيزي لا وترند طلع ترند كمان. لا معلش خليه يطلع ترند. المهم انتو روقوا لي حالكم زبطوا لي اموركم. احلى زلمه روقوا لي اموركم تمام وخلص هيك. حاول تكون حياه لطيفه. لا لا ما في معلم ما في مصر انت وقت له ضرب. الله يقويك الله يحميك يا رب. ابويا شو احسن مني شو بعرفني. شكرا كثير لك يا روحي على عيني. للاسف للأسف للأسف هيك مرحبا يا رسال. انت متزوج خاطب كذا؟ لا. اذا تزوجت وهيك صارت مشكله بينك وبين مرتك عملت هيك طقطق كف شو بتعمل؟ شو يعني هي شو الشيء اللي وصل لهالمواصيل يعني وصل لهالشغله؟ حلو. اول حدا بيسال سؤال منطقي شو الشيء اللي وصل لهالمواصيل؟ ايوه شو ممكن يكون السبب؟ امتى بيختفر هذا الشيء وامتى ما بيختفر؟ يعني انه هذا لازم بتسايس معه بياخذ يعني يشوف بيتفهمه مزبوط اما انه او هي كمان تتفهمه هي لازم تفهمه هي لازم يكون اثنين متفاهمين بعض يعني اذا حدا عصب الثاني يروق حدا عصب الثاني يهدي هيك قصدك. اما اثنيناتهم طلع وحده لا هون بيروحوا على بعض بيروحوا مشوا بعض. ايه يعني انت من النوع اللي اذا صار مشكله قد ما كانت كبيره تحاول تفهم قبل ما تصير. ايوه حاول تفهم يعني بتفهم شو بوصل الشيء منيح يعني لتهدى الامور بالبيت يعني اهم شيء الوضع الاولاد الكذا بتعرف انت. قد ايه عمرك احمد؟ 21. يعني مشكله احمد عم يحكي حكي في ناس عمرها 30 و40 و50 ما عم تفهموا انه الواحد اهم شيء ما ينزع بيته يعني هلا اكيد موضوع الكف اكيد سيء ان شاء الله ما حدا ايه سيء كثير بس انت مهم انه عم تحاول تفهم انت شو اساس هذا الموضوع. شو بتقول للشاب اللي بحب يمد ايده على مرته او هلا الضرب لازم يعني نحاول ما نوصل هالشيء نحاول بالحكي بالهداوه مثلا مو قدام الاولاد مو قدام كمان مو قدام قدام ابوه امه قدام اهله واهله. حلو أيوة. بيناتكم الموضوع بينحل. ايوه بينحل على جنب اذا صار في هيك شيء انت تحاول تتفهم ما دغري طح ما في هيك شيء ما عندنا هيك شيء. نياله نياله تتزوج عمرك. سؤال معلم شو بتقول للشاب اللي بيضرب مرته؟ هلا انا عندي اللي بيضرب مره كمان نفس الشيء. طب حزين شو اذا قلبت الايه فت على البيت هيك طلعتها كيف شو بتعمل؟ زتت من الشباك زتت من الشباك مغري ما مزل. سؤال عن جد جاوبني صح. ليش في شباب بيستخدموا هي الطريقه؟ قلت لك كل واحد عنده مخ كل واحد عنده تفكير. هلا عم بحكي مع شباب عملوا لي هيك إيه واذا ما عملت هيك بتنمرد مدري شو هذا الحكي. طب وين تفاهم بالموضوع؟ عاد ما في تفاهم بس اقول لك انا ايام انه مثلا انزعجت منها مثلا سمعها كلمتين اصعب من الضرب يعني تضربها لا ماشي تضربها
بزتها من الشباك. اذا ضربتني بزتها من الشباك دوري خط عسكري كمان. هيك كانت حلقتنا. طبعا شفتوا شو صار بالحلقه. عملوا فيني مقلب هيك سئيل. الله يعطينا العافيه. وهيك بنهايه هاي الحلقه تمام. بحب اقول لاي حدا بيستخدم اي طريقه خطا من هاي الطرق لحتى يزبط حياته وعلاقته، فانت كثير كثير غلطان. الحياه بتزبط بطريقه احلى من هيك، اضبط من هيك. واساس اي علاقه بالحياه هي التفاهم. اذا ما في تفاهم هاي الشغلات ما بتعمل لك تفاهم. اوكي اوكي هديها يا حمش.